يقول أبي متزوج منذ عقود، وخلال وطول هذه السنين في إيذاء من بخل وسب وضرب ولعن. خط سينسوي دورة خط بالمسجد هنا، ها يبي لها دورة خط زين، ولم أدري شنو، لم يدفع علينا فلسا، وتزوج على أمي دون علمها، هل يجوز أن تخلعه وتتزوج؟ وأيضا هي تعمل مفردة تحمل جميع مسؤولياتنا، وحالتها المادية تسوء يوما بعد يوم. هذا يعني إذا كان الزوج مقصرا في الناحية المادية وذهب يتزوج وكذا، وهذا يعني تذهب إلى المحكمة تقاضيه، تلزمه المحكمة بالنفقة، ما هي ملزومة هي تنفقة. أما قضية السب واللعن وكذا لا يجوز هذا قطعا، وإذا كان وصل الضرر إلى مثل هذا السب واللعن وإيذاء وكذا تطلب الطلاق، يسمونه طلاق للضرر، الطلاق للضرر، لها أن تطلب الطلاق إذا وصلت المعاملة إلى هذه المرحلة من السوء، فلها أن تطلب الطلاق للضرر الذي وقع عليها من زوجها. وأما قضية النفقة فتستطيع طلبها عن طريق المحكمة ويعطونها نفقة إجباريا، يقصونها من راتبها يعني.